ونقرأ بهدوء، لأن تصريحات كما قلت خطيرة. عندما تحدث ميلوني عن انهيار هكذا الاقتصاد، والبنك المركزي في نفس اليوم كان عليه بالفعل أن يرد على هذا الخطاب، وحتى من البارح حكيت البارح وهو عمل الجلسة اليوم، كان الأصل أنه يا إما يكذب وإلا على الأقل كما قلت أنت ما يخوفش الناس ويعطي حلول، ولا يعني شحنة أمل، خير ما أنه يتغاضى على الخبر مباشرة. نرجع للتداعيات المباشرة، نعرف رفع الدعم كان متواصل في الأشهر الفارطة، لكن هوقف مثال الترفيع في سعر المحروقات، يعني إيش هذا؟ مؤشر أنه السلطة قاعد تكبس على رفع في متعلق رفع الدعم، عكس التخوفات كانت تقول كل شهر مش يوقع على رفع المحروقات. هي هدنة يعني تم اختيارها يعني من قبل السلطة السياسية، ولكن ما تعرف احنا قبل كانت الآلية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي هو التعديل الآلي كل 3 أشهر بسقف 3%، ولكن بعد ولينا كل شهر بسقف 5 ووصلنا ل7% ارتفاع، وبالتالي اليوم التوقيف التعديل ما يعني هو خوف، حقيقة هو خوف من مزيد ارتفاع التضخم اللي هو خرج، يعني ارتفاع الأسعار خرج على سيطرة هذه الحكومة باعتبارها أصبحت هي مصدر هذا الارتفاع، مصدر هذا الارتفاع من خلال رفع الدعم عن المحروقات، من خلال رفع الدعم عن المواد الأساسية، وأيضا من خلال رفع يعني الضرائب كلها، وتجميد أيضا الأجور وتجميد الانتدابات. إذا هذا البرنامج، برنامج الإصلاحات الهيكلية اللي انخطط فيه هذه الحكومة، أصبح مصدر لارتفاع الأسعار، وأيضا سياسة البنك المركزي، السياسة النقدية للبنك المركزي اللي يعتمد على الترفيع في نسبة الفائدة المديرية، كلما ارتفع التضخم، وتعرف حسين أنت تداعيات الترفيع في نسبة الفائدة على كلفة الإنتاج وعلى الاستثمار وعلى تعطل النشاط الاقتصادي يعني إجمالا. اليوم الخطورة نتاع الوضع، وتعرفت إلى العلاقة مع الاتحاد الأوروبي اللي يمر هذه الأيام بعد الحرب الروسية، وفي ظل الحرب الروسية الأوكرانية يمر بفترة حرجة، وكان بإمكان تونس أن تلعب ورقة الاتحاد الأوروبي وتعيد يعني خلط الأوراق، وعلى الأقل تراجع اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي اللي حولت تونس إلى سوق استهلاكية للمنتوجات الأوروبية، وخاصة منتوجات متاع فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا. والقول أن المبادلات التجارية مع فرنسا مع الاتحاد الأوروبي متطورة، زي ما ثم علاقات تجارية، ولكن أعطيني ما هي طبيعة هذه المبادلات؟ يعني إذا كان اليوم نفصل ما بين صادرات الشركات المقيمة وصادرات الشركات غير المقيمة، نلقاو كونه ما يتسم به المبادلات التجارية بين تونس وفرنسا وإيطاليا عدم التكافؤ، الشركات يعني الأجنبية الفرنسية والإيطالية والألمانية المنتصبة في تونس، وتعرف حسين كونه الصادرات متاع الشركات هذه ما المداخيل متاعها ما ترجعش لتونس، لأنه في الأخير الدولة هذه استرجعت المنتوج متاعها اللي جابته في يعني المستوى الخام وخذاته كمنتوج نهائي، وبالتالي هو ما هوش مندمج في الاقتصاد التونسي، ومخذاش لا مواد أولية باستثناء اليد العاملة. وبالتالي الحديث اليوم عندنا فائض تجاري مع فرنسا هو مهزلة، وهو أكذوبة كبرى، كان حري بمحافظ البنك المركزي اليوم أن يصارح الشعب التونسي بذلك، وكان حري أيضا بالحكومة التونسية أن تخرج من هذا التعتيم والتضليل وتلعب هذه الورقة وتقول اليوم أنا لابد أن أحافظ على السوق التونسية وعلى منظومة الإنتاج، باعتبار أن اللي تسبب في انهيار اليوم، مش نرجع تول التحليل الاقتصادي الحقيقي اليوم
اللي تسبب في انهيار الاقتصاد التونسي وتدمير جميع منظومة الإنتاج هو هذه الاتفاقيات التبادل الحر بتاع 95 واتفاقية يعني ماذا فعلت هذه السلطة؟ الآليكان. وبالتالي نعم. اليوم تحويل تونس إلى سوق استهلاكية كنا نجم اليوم نخرج يعني ونعيد خلط الأوراق، ولما لا التفكير في الانخراط في تكتلات اقتصادية أخرى، ونشوف كون احنا الجزائر وحجم الجزائر طلبت الانضمام إلى البريكس، أي تجمعات يعني إقليمية أخرى من أجل يعني إيجاد أو توسيع مجال انتشارها وتوقعها في الأسواق الخارجية. اليوم صحيح احنا ما عندنا ما نصدره بكل أسف، وهذه هي الأكذوبة، ما عندنا ما نصدره يا تواسر، ما نصدره إلا شوية زيت زيتونة وشوية قوارص وشوية منتوجات الصيد البحري وشوية تمور، وما عدا ذلك ما يماهوش متاعنا احنا. الملابس ويعني قطاع الملابس والجلود والأحذية بذاعتكم ردت إليه والإلكترونية ما هماش متاعنا، هذوك يجيو باش ياخذوا اليد يستفيدوا من اليد العاملة يعني الرخيصة ويعاودوا يرجعوا.